في سن معين للشاب ممكن يعني في المرحلة دي من سن كام لكام مثلا ممكن يروح في سكة المخدرات، ولا بناء الموضوع على مفتوح؟ بناء على الاحصائيات اللي احنا دايما بنطلقها من صندوق مكافحه الادمان والخط الساخن كل 3 شهور، او نتائج اللي هم المترددين او المتصلين على الخط الساخن، بتنحصر الفئه من 12 سنه الى 5 او 40 سنه، من 12 ل 40 سنه. فدي من الفئات المهمه جدا اللي دايما بيكون الوقوع فيها بشكل قوي جدا في دايره الادمان والمخدرات. فاحنا بنبتدي مع الاطفال في السن ده من 10 11 سنه، نبتدي ان احنا نوجههم ازاي يقدروا يكتشفهم، ازاي يقدروا يخلوا بالهم ما حدش يضحك عليهم، ازاي يقدروا يقيموا اصدقائهم، يختاروا الصديق الحسن يشتغلوا معاه او يتقربوا ليه. كمان بيبقى معانا توجه تاني اخر في المرحله ديت، ان احنا نتوجه مع الاسر نفسها ونبتدي ان احنا نعرفهم بقى ازاي يقدروا يتواصلوا مع ابنائهم، ازاي يقدروا ان هم يتكلموا معاهم في وقت الضعف والقوه، ازاي يقدر يكون ارشادات تكون عامله ازاي. فده كلها ادله تدريبيه احنا بنعتمد هل عليها. في علامات معينة لو ظهرت على الابن طبعا يعني الأم أو الأب يشك إن ابنه متعاطي؟ في علامات سلوكية، زي ديت الأظهر أو الأقوى، إن يكون في تصرفات خاطئة، الصوت بقى عالي، في حاجات بتتسرق من البيت بشكل مختلف أو بتختفي، بدأ إن هو مش هو ده الابن اللي أنا ربيته، متمرد يعني، يبقى متمرد متمرد على العيشة اللي موجودة وعلى الأب والأم، بيبتدي إن هو يعني سلوكياته بتختلف مع أخواته بشكل كبير جدا. في بعض الحالات بتنطوي، بتبعد عن الأسرة بشكل قوي جدا. فالحالات دي برضو لازم نخلي بالنا منها ونشوفها. حالات يعني في أعراض جسمية بقى بتظهر، حالات سودة تحت العين، مواعيد الصحيان والنوم بتختلف او بتتغير، الاصدقاء اللي كان معتاد عليهم وبيشتغل معاهم هم ما عادوش هم اللي موجودين دلوقتي، المشاكل اللي بتيجي من بره بشكل مستمر جراء ان هو ممكن يكون عاوز مخدر ومش لاقيه فبتدي ان هو يسرق. فدي كلها علامات بتقول ان في حاجه مش مظبوطه، وبالتالي لازم يكون في صراحه بقى، لازم يكون في وضوح بين افراد الاسره، احنا شاكين ان في كذا وكذا وكذا.